عشان حب الشباب اكتر مرض جلدي منتشر، هنتكلم في الفيديو ده عن 5 حقائق عن حب الشباب. انا الدكتور وليد ابراهيم، اخصائي الامراض الجلديه وتجميل الجلد، هكلمكم كل اسبوع في فيديو عن كل ما يخص الجلديه والتجميل. لو انت لسه مش مشترك معانا، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه، السن بتاع حب الشباب. على الرغم من ان هو اسمه حب الشباب، الا ان هو مش بس بيجي في فتره المراهقه، هو بيجي من فتره البلوغ لحد منتصف الثلاثينات. فلو انت في الثلاثينات وبتعاني من حب الشباب فما تستغربش. وفي نسبه من الناس فوق سن ال40 او ال50 وبيجي لهم حب الشباب، وده بيسموه الادلت اونست اكني. تاني حاجه، ان هو بيتاثر بالاكل. مؤخرا ظهرت دراسات كتير بتوجد علاقه ما بين زياده حب الشباب وما بين اكلات معينه، واهم الاكلات دي حاجه اسمها الهاي جلايسيميك اندكس فود، وده الاكل اللي هو بيزود هرمون الانسولين في الدم جدا، زي السكريات والحلويات عامه، وبرضه منتجات الالبان، وده يرجع لانها بتزود حاجه اسمها الانسولين لايك جروث فاكتور 1، وده بيزود برضه حب الشباب. لو انت بتاخد علاج لحب الشباب وقللت الاكل ده، هتلاحظ تحسن اكتر في نتائج العلاج بتاعتك. 3، مكان حب الشباب ممكن يديك فكره عن السبب بتاعه. لو بتعاني من حب الشباب عند منطقه الجبهه، خلي بالك من منتجات الشعر. المنتجات اللي ممكن تكون بتستعملها للشعر زي الزيوت او الكريمات ممكن تسبب انسداد الغدد الدهنيه اللي في الجلد بتاع الجبهه، وده يسبب حب الشباب ورقوق سوداء. ممكن لو بتعاني من حب الشباب في منطقه الفك في وقت معين من الشهر، ده بنسبه كبيره ممكن يبقى مرتبط بالهرمونات، وطبعا محتاج انك تتابع مع الدكتور بتاعك عشان يوصف لك احسن علاج ليه. 4، علاجه بياخد وقت. ما بين 3 ل5 شهور ده الوقت المتوقع لعلاج حب الشباب، وممكن تبقى اقل من كده وممكن تبقى اكتر من كده، واللي بيتحكم في الفتره دي هي شده المرض والاسباب المصاحبه ليه. فلو فرحك قرب او عندك تقديم للكليه الحربيه، خلي بالكم ان انتوا تعالجوا الموضوع مع الدكتور قبلها بفتره كفايه. 5، حب الشباب مش شرط يروح لوحده. في حالات كتير بتتحسن جدا لوحدها مع الوقت، وفي حالات تانية شديده جدا ولازم التدخل فيها علاجيا، والحالات دي مش هتخف لوحدها لان ممكن تكون سببها خلل في الهرمونات او حالات عنيفه بتسبب ندبات، وعلاج الندبات بيبقى صعب جدا، ونحتاج ان احنا نستعمل كذا وسيله لعلاج الندبات على مدار جلسات عديده، بينما ان احنا كان ممكن نتجنب حاجه زي كده ان احنا نعالج حب الشباب من بدري، خصوصا ان في علاجات دلوقتي فعاله ما كانتش موجوده في الجيل بتاع اهالينا. اكتبوا لنا في الكومنتات المشاكل الجلديه اللي بتعانوا منها. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.